السؤال الأول في الانترفيو، اسمك ايه الأول علشان بس نبقى عارفين، بس أسجلك عندي. حضرتك سيرت I am 20 years old. اسمك ايه قلت؟ My name is شكشك. شفشك؟ شكشك شكشك. شكشك. اه والله اسم جميل ما Yeah. شاء الله، اسم كده يشكشك ما شاء الله عليك، حلو جميل جدا. ربنا ايه جميل جدا الاسم ده. I طب am خليني اول strong. تمام، طب ما طلبتش منك ان انت تجاوب بالانجليزي I am 20 years old والكلام ده، ما طلبتش منك. انا هسألك سؤال واحد، السؤال هسألك 3 4 اسئله كده بس. السؤال الاولاني لو انا هسأله لك هقول لك هو انت حلو كده ليه؟ اول سؤال. ربنا بقى ها؟ حكمة ربنا. حكمة ربنا. تمام، السؤال الثاني، انت ليه انا اختارك واسيب كل الناس اللي جاية تحضر انترفيوهات النهاردة عشان تشتغل؟ ليه شغالك انت معايا؟ ليه انت بالذات؟ عشان انا بعد 5 سنين ابقى مدير الشركة. عشان انت بعد 5 سنين هتبقى مدير الشركة. ما شاء الله ما شاء الله. آه عشان انت بعد 5 سنين هتبقى مدير الشركة، عشان كده انت اختارك. اه يعني انت، طب ايه المميزات اللي موجودة فيك تخليك مدير الشركة؟ ما عنديش اي مميزات. ما عندكش اي مميز. هتبقى مدير الشركة بدون اي مميزات؟ اه بالحب. بالحب. اه بالحب. تمام. طب السؤال الثاني، يعني هل انت، انا هسألك مجموعة من الأسئلة كده عشان بس برضو ما دام الموضوع بالحب، انا عارف الحب بيخلي في حاجات كتيرة، يعني بيخلي حاجات كتيرة. انت عارف اصلا انت الوظيفة دي هتعمل فيها ايه، ولا انت قريت وجيت، ولا فهمني بس عشان امور تبقى واضحة. انا لقيتهم داخلين دخلت معاهم. اه انت لقيتهم داخلين دخلت معاهم.